بعد محاولة يائسة من النظام الإيراني لوقف الاحتجاجات في المدن الإيرانية، قام النظام بحملة اعتقالات واسعة شملت مختلف المدن الإيرانية المنتفضة ضد نظام الولي الفقيه، وأجبر المتظاهرون النظام على إعادة فتح قنوات التواصل الاجتماعي التي كان يستخدمها المتظاهرون لنشر أخبار انتفاضتهم وما يتعرضون له من تنكيل وإرهاب وانتهاكات واسعة لحقوقهم الأساسية. كما بين المعارضون أن النظام قمع المتظاهرين واحتجزهم بطرق تعسفية وفتح المواقع التي حجبها مسبقا، وذلك بهدف خداع الرأي العام الدولي، وهذا ما يعد خرقا للعديد من الاتفاقيات الدولية وانتهاكا لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات. وقد استمرت السلطات في التركيز على اعتقال العناصر الشابة التي تحبط عمليات الحجب وتقيد الانترنت التي تنفذها أجهزة السلطات الإيرانية.